بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض بعض العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن أحد النباتات المتحجرة مثل ما تلاحظون. نعرضها من كل منطقة. طبعا هذا أحد النباتات المتحجرة، قد تصل عمرها إلى 360 مليون سنة ما قبل التاريخ البشري. كانت تعيش هذه النباتات في أعماق البحار، وتعيش قبل الديناصورات أيضا، وتعيش أيضا قبل فصائل كثيرة جدا من المخلوقات. ويقال أن هذه النباتات شبه منقرضة أو انقرضت يعني، وكثير من العلماء يقولون يعني أن شافوا فصائل من هذه النباتات المتحجرة تعيش في أعماق البحر حتى الآن، فصائل متطورة. ومثل ما تلاحظون، نقربها الكاميرا، طبعا العينة متحجرة، حصل استبدال خلايا بأنسجة الخلايا النباتية بذرات المعادن المتواجدة في المنطقة، مما حصل نوع من أنواع التحجر والاحتفاظ بالشكل الخارجي. مثل ما تلاحظون، أنا أدعو الباحثين والعلماء بدراسة النباتات المنقرضة ودراسة يعني الأنسجة المحتفظة للحين بشكل يمكن نلقى مثلا خلايا معينة أو ميكروبات معينة تساعدنا في العلاج الطبي أو العلاج أي نوع من أنواع العلاجات. وأتمنى أنكم استفدتم من موضوع البحث، لأن صراحة درستها تحت المجهر وشفت الطبقات المتواجدة عليها وكم عمرها بالضبط، ويجب يعني فحصها بالكربون المشع علشان نعرف العمر الحقيقي لهذه العينة. طبعا العينات يعني قد تصل عمرها إلى 360 مليون سنة، ويقال إنها منقرضة. طبعا يكون حجمها طويل جدا، تعيش في أعماق البحر لا يقل عن 60 متر تحت البحر. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات أخرى في هذا الموضوع. علم الحفريات موضوع مهم جدا، ويجب يعني نكثف الجهود ونعرض عينات أهم، يعني أهم من هذه النباتات، مثل عظام الديناصورات وعظام الثدييات. مهم جدا يعني ندرسها ونعرضها لكم. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.